هذه ليست مجرد صورة تذكارية، هذه صورة تجمع أعواماً من التعاون التجاري بين الدول الأوروبية ودول الخليج العربي، وبداية مستقبل زاهر من التعاون الاقتصادي بين الدول المجتمعة. عقدت القمة الخليجية الأوروبية ببروكسل، وهي الأولى من نوعها منذ تدشين العلاقات الرسمية بين الجانبين عام 1989. وفي هذه المرة كانت رئاسة القمة مشتركة بين أمير دولة قطر، دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. تمثل هذه القمة فرصة استراتيجية لتعزيز العلاقات بين الجانبين، حيث تسعى إلى تحقيق الأمن والتنمية المستدامة. القمة التي حصلت في بروكسل يعني تخفي وراءها رغبة متزايدة من الطرفين لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وبالضرورة سيكون هناك تعزيز للعلاقات السياسية، وخاصة في ظل المخاوف من التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط تهدد باندلاع حرب إقليمية. هذه الحرب سيكون لها تبعات كارثية على الخليج من جهة، وعلى أوروبا بحكم كونها قريبة جدا من منطقة النزاع. ومن هنا طبعا لدى الطرفين، كلا الطرفين مهتم جدا بتعزيز العلاقات السياسية. منذ عقود بدأت الدول الخليجية بسياسات الانتشار. الأموال الطائلة من عائدات النفط والغاز دفعت دول الخليج العربية إلى التفكير الجدي في مرحلة ما بعد النفط، فوجدت أن الاستثمار في مجالات إنتاجية أخرى من شأنه تحقيق أمنها المادي لعقود مقبلة، فتحولت خططها من تصدير النفط إلى تصدير الطاقة البديلة والخضراء. بوابة الدخول لمجالات الاستثمار الأخرى كانت الرياضة، إذ شرعت دول الخليج العربية في ضخ استثمارات كبيرة في الدول الغربية من شراء لأندية رياضية وجذب اللاعبين مثل كريستيانو رونالدو ونيمار. وفي ذروة الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2009 تدخلت السعودية والإمارات وقطر لدعم العديد من البنوك الغربية، رغم تعرض اقتصاداتها في ذلك الوقت إلى تداعيات الأزمة مع ما شهدته أسواق النفط من تقلبات حادة في الأسعار. تزايدت الاستثمارات السعودية الخارجية، إذ بات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق سيادي مملوك للدولة، يمتلك أسهماً في شركات عالمية. من هنا أقرت العديد من الدول الخليجية برامج تحويل وتطوير استراتيجية. في السعودية يسمى البرنامج رؤية 2030، وفي الإمارات استراتيجية الطاقة 2050، وفي قطر يسمى الرؤية الوطنية 2030، وفي سلطنة عمان رؤية عمان 2040، وتشترك جميع هذه الدول في أمر واحد، السعي إلى تعديل مسارها الاقتصادي من الاعتماد على تصدير النفط فقط إلى التوسع في أنشطة اقتصادية أخرى. في ألمانيا، وخلال سنوات أصبحت هذه الدول شريكاً قوياً ولاعباً أساسياً في الاستثمارات الألمانية. دولة قطر بلغت استثماراتها في ألمانيا عام 2020 نحو 100 مليار يورو، ووصلت قيمة التبادل التجاري بين الجانبين خلال عام 2019 إلى نحو 44.3 مليارات يورو. هذه الاستثمارات تجعل قطر واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في ألمانيا، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل السيارات والطاقة والبنوك. وتغطي الاستثمارات القطرية عدة قطاعات استراتيجية. دويتشا بانك، تمتلك قطر حصة تتراوح بين 6 و10% في دويتشا بانك. فولكس فاجن، قطر تمتلك حوالي 17% من الأسهم في مجموعة فولكس فاجن، وتقدر قيمة هذه الحصة بحوالي 9 مليارات دولار. تمتلك قطر حصة كبيرة في شركة البناء العملاقة هوختيف، والتي تعد أكبر شركة إنشاءات في ألمانيا وتشارك في مشاريع عالمية. الغاز الطبيعي المسال، وافقت قطر على تزويد ألمانيا بمليوني طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال. قطاع الاتصالات، تستثمر قطر في دويتشا تيليكوم، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات في ألمانيا. الشحن البحري، تستثمر قطر في شركة هاباكلويد، وهي واحدة من أكبر شركات الشحن العالمية. أما السعودية فقد استثمرت مبالغ ضخمة في ألمانيا، حيث تتركز الاستثمارات السعودية بشكل أساسي في قطاعات متنوعة مثل الطاقة والبنوك والبنية التحتية والتكنولوجيا وصناعة السيارات،
وحاليا فإن أحد أبرز المشاريع بين البلدين هو شراكة لتطوير الهيدروجين الأخضر، وتم تخصيص حوالي 8.5 مليار دولار لمصنع في مشروع نيوم، والذي سيستفيد منه السوق الألماني للطاقة النظيفة. تتنوع الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا وتضم عدة قطاعات رئيسية، فبحسب المجلس الألماني الإماراتي للصناعة والتجارة فإن حجم التجارة الثنائية يبلغ حوالي 10 مليارات دولار سنوياً، مما يعكس العلاقات القوية بين البلدين. ومن أهم هذه المشاريع قطاع الطاقة المتجددة، صندوق الاستثمارات العامة، القطاع العقاري، الشركات الكبرى مثل إعمار ودوكاب، مشروع ديوا وهو مشروع يركز على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، تسعى الإمارات من خلاله إلى تطوير مشاريع للطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في ألمانيا. الاتحاد الأوروبي أو أوروبا هي جزء أساسي من الكتلة الغربية، هناك اهتمام من هنا، هناك اهتمام شديد جدا بالخليج من أهميته الجيوسياسية وأهميته في مجال توفير مصادر الطاقة. يعني الذي يكسب علاقات أقوى مع الخليج سيكون له دور هام جدا على صعيد، أو الدور الحقيقة الأكثر أهمية في مجال توفير الأمان في سوق الطاقة العالمية وإمداد مختلف دول العالم وخاصة في البلدان الصناعية بها.